الكواليس بتاعتنا طبعا ياسمين نجمه كبيره واحنا بينا عشره عمر كبيره جدا، واختي وحبيبتي طبعا، واعرف والدتها طبعا كمان. انا اخرجت لزمان لياسمين اعلانات زمان على فكره، زمان زمان قوي. ياسمين على المستوى الفني شاطره قوي ما شاء الله عليها، دؤوبة جدا، مركزة، عرفت تصنع اسمها يعني بشكل، وحطت في الصفوف الأولى. يعني أول مرة يمكن نشتغل مع بعض، ف يعني أنا غبت عن ياسمين سنين، ما نعرفش حاجة عن بعض يعني، عارفة إزاي؟ غير مثلا كنت بسأل عليها طبعا وقت ما كانت في محنتها المرضية، طبعا كلمت أحمد العوضي وسألته عليها وكده واطمنت عليها الحمد لله. أول مرة نجتمع في عمل فني، خلاص كده. ياسمين زي ما هي، القلب الابيض، بنت البلد الجدعه اللي بتحب شغلها جدا، اللي بتحب الكوميدي جدا 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 جدا، دايما بنضحك جامد قوي في الكواليس، يا بنضحك يا بناكل، يا بنضحك يا بناكل. كل مواقف من الكواليس كده، لا احنا ضحك بس يعني، ضحك ومقالب وحاجات عجيبه جدا يعني. بقى دي مثلا بنراجع في مشهد، مثلا مشهد مهم جدا، تلاقيها عملت رياكشن بوشها بوظتنا كلنا، فبنقعد بقى. احنا مره جات لي كريزي الضحك، والله العظيم انا مره جالي، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله، انا جالي مره كريزي الضحك في مشهد مهم جدا، غالبا في المشهد اللي هو لما كنت بقول لها قومي لي بقى عشان اكمل بقى، خلاص طمنت على اخوكي قومي لي بقى عشان اكمل، قومي خلاص. فهي بتقوم وتبص لي، انا ابص لها ضحك، قلت لها طب انا دلوقتي هزعق لك ازاي؟ ايوه ايه، طب انا مالي اعمل لك ايه؟ ما انت بتضحك. احنا طبعا يعني لا، كوارثنا الله اكبر عليها. لا كتير، انا كمان انا عندي مشكله يعني، انا لو الضحك فتح معايا والله العظيم حياه ربنا ما بعرفش الم نفسي بسهوله، وتلاقي كل ساكت يقول لك انا بتضحك على ايه، انت بتمثل استاذ بقى يعني، ببقى انا اللي ورطت نفسي يعني، انا بس اتفضل يا استاذ مثل يا استاذ بقى، حرام هتفضل بقى استاذ، ضيع علينا اليوم بقى، وبص لي تعبين الشباب بتوعها دول كده، ايوه باظت بقى. والاحتفال بالعينات كان مفاجاه ولا كان تحضير ولا؟ لا هي عرفت يوميها من ورايا، عرفت مع الانتاج وبلغتهم بالكورتايه، وقالت لي تعالى تعالى اقعد بقى احكي لي بقى، وريني مش عارف ايه وعملنا ايه، وقعدنا بنتكلم في مسلسل اتاريه بتاخدني جوه، كنا قاعدين في كنا اليخت فعلا، والله اقسم بالله كنا قاعدين اتاريه، هم بره بيظبطوا وطلعوا التورتايه، ولقيتها مره واحده بقى ايه بيغنوا وبتاع، قالت لي يلا قوم بقى عشان يجي. لا 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 هي جميله وبنت بلد قوي.